انتي مش بتحضري خالص يا ياسمين، واحنا داخلين على الامتحانات وكل شويه بتطلبي مني المحاضرات. بصراحه بقى انا مش عاجبني الحال ده. بقولك ايه، لو مش هتديني محاضرات انتي حره، تمام؟ وفكك بقى من الكلام اللي بتقوليه ده. ايه ده، انتي بتكلميني كده ليه؟ تبيش ده يا خديجه، كل واحد بقى حر في طريقه كلامه، انا حره وانتي حره، انتي مش صغيره، ما تعمليش بقى الحركات دي عليا. عندك حق يا ياسمين، وكل واحد بقى يشيل شيلته. شيلي شيلتك انتي كمان. ازيكم، عاملين ايه؟ ياسمين فين يا بنتي، بتزعقي ليه؟ مفيش يا عم، معينه هايفه مش قادره تفهم ان الدنيا فيها حاجات كتير قوي غير المذاكره والقرف اللي هي عايشه فيه ده. مش هي بس اللي كده، بصي حواليكي كلهم كده. وده الاختلاف الحقيقي اللي كلنا بنكلمك عنه. انا بجد مبسوطه قوي اني قابلتكم، انا بجد كان زماني عايشه مغيبه زيهم كده. طيب بقول لك ايه، احنا عاوزين نخرج بالليل. لا ما بالليل مش هعرف والله العظيم، صعب قوي، ما انتوا عارفين. مش هينفع يا ياسمين، اللي جاي مش هينفع الا بالليل خالص. ليه يا شريف؟ عشان الليل التركيز فيه بيبقى اعلى والطاقه بتبقى اقوى واعمق. كمان احنا عاوزين نجهزك انك تدخلي معانا بشكل اكبر من كده، طاقتك دي ما ينفعش تتساب. يعني من الاخر عايزينك تاخدي عهد. عهد ايه اللي هاخده؟ عشان تبقي وسطنا بجد لازم عهد. ما تقلقيش، ده كلنا عملناه. لا انتوا تعملوه ماشي، انا ما بقبلش الكلام ده، انا بخاف يا جماعه. لا 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 لا. ياسمين انت مضحكه جدا، يعني حاسين ان انا بكلم واحده عندها 10 سنين. طب خليني انا افهمها بطريقه سهله. مش اي اتنين بيحبوا بعض بيتعادوا؟ ايوه. طيب ده بالظبط نفس عهد الحب والجواز والكلام ده. ولا انت هتمشي ولا احنا هنبعد. من الاخر عايزينك تتعهدي تبقي واحده مننا، واحنا هنبقى سندك وظهرك في اي وقت انت تحتاجيه. ده غير انك هتتعلمي كل اللي احنا بنعمله زي ما شرحت لك يعني قبل كده. ومش هتمشوا؟ مش هنمشي. يلا بينا. يلا بينا. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.